عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. اقوى قراءه هتنزل على اليوتيوب لمواليد برج القوس. صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. برج القوس القراءه دي قويه جدا، ولو الفيديو ظهر قدامك اسمع منه شويه هتلاقي نفسك في راحه نفسيه. تاريخ الفيديو بتاعك ايه يا برج القوس؟ 16 يونيو 2022، النهارده الخميس، ده تاريخ الفيديو. فالنهارده 16/6 يوم الخميس، ده تاريخ الفيديو بتاعك 2022. القراءة عامة ومفتوحة وتنطبق على الجنسين. انزل وقول لي في الكومنتات اللهم بشرني بما منتظر منك وانت خير المبشرين. برج القوس، احنا دلوقتي هنفسر مع بعض الايام اللي جاية عندك ايه، وايه الضغوط اللي تعباك، او ايه اللي عندك من فرح، من خير، من طاقات، من كل اللي هيظهر قدامنا هنفسره. انزل باللايك وبالتعليق ونشوف مع بعض ايه الاخبار في قراءتنا اللي كلها تبشرات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله. طيب، ابشركم بزواج او خطوبة او استقرار. انتوا الفترة دي حواليكم ناس ضغطاكم، حاقدين عليكم، غيرانين من نجاحكم، لان انتوا في نجاح كبير وصلتوا له او هتوصلوا له، لكن بفضل ربنا في زواج وخطوبة واستقرار هتتم على خير. انتوا مظلومين مع الناس اللي حواليكم، في ناس طمعانة فيكم، في فلوسكم، في شكلكم، في جمال، في اي حاجة. انتوا في ناس عايشين معاها وبتحاولوا تتخطوا المشاكل، لان انتوا ما بتحبوش المشاكل. كمان انت فترة دي حرفيا انتوا عايشين وراضيين وبتقول الحمد لله، لكن مفيش راحة، لاما مش مرتاحين مع ارض البيت، لاما مرتاحين في طاقات، مش مرتاحين في طاقات. انتوا بتعافروا كتير وبتسعوا كتير وعايزين تشوفوا حياتكم. البعض منكم عنده مجهود بيحاول يبذله، البعض منكم عنده حاجات بيعملها على الاخرين، لكن انتوا زعلانين على ناس ما تستاهلش، ناس زي ما قلت في قمة الحقد، ودايما طاقاتهم بتتوزع عليكم. انتوا مشكلتكم ايه هي؟ ان انتوا حساسين زيادة عن اللزوم. لما حد بيجي يحكي لكم على مشكلة بتحسوا ان المشكلة فيكم انتوا، وبترجعوا على طول تتأثروا باللي بيحكي معاكم. طيب، كلامكم الفترة دي بدأ يحسن على حياتكم، بس من الشريك او من اهل الشريك حسد وظلم، او اهل الشريك كذابين. في حد عندكم هيعمل عملية وبعد كده النفسية هتبدأ تتحسن، لان ربنا هيكبر بخاطركم. انتوا بتفكروا كتير جدا الفترة دي، حالكم واقف، او في حاجات مالكمش نفس فيها. البعض منكم مش مرتاح ماديا ولا عاطفيا. ليه؟ بسبب الضغوط اللي عليكم، لان في فلوس جاية لكم الفترة دي وهتيسر حياتكم. انتوا حاسين ان في حاجة موقفة حياتكم. بالفعل كان في سحر جاي لكم من اهل الشريك، وده كان طاقات متوزعة على جميع الاسرة بتاعتكم. كمان شايلين هم الدنيا فوق كتفكم وماشيين، وعشان كده عايزين تمشوا من المكان اللي انتوا فيه، عايزين تطلعوا. عندكم واحدة ست بومة، وهي ممكن تكون مرات الاخ او حد من اهلكم انتوا، مش من اهل الشريك. اهل الشريك تعبين، اما اهلكم انتوا بوم. انتوا الفترة دي زعلانين، لاما مع اخ لاما مع اخت، زعلانين في بين حد، وفي نفور، انتوا مش مرتاحين، لاما طمع لاما في امور انتوا مش فاهمينها. انتوا كمان الفترة دي محتارين في حاجات اكتر من حاجة. البعض منكم عايز يسافر ومحتار، البعض منكم في زواج ومحتار، في اكتر من حاجة انتوا محتارين فيها. لكن انتوا اللي بيأثر عليكم على طول ان انتوا عايزين تعيشوا في غربة، عايزين تمشوا، عايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه. ليه؟ ان انتوا تعبتوا من الكلام، تعبتوا من الكال والكيل، وتعبتوا من الناس اللي حواليكم، جبتوا اخركم من ناس كتيرة جدا في ارض بيتكم،
وبدأتوا تقولوا أنا مش هسكت لحد تاني بيأذيني، عايزين تنفجروا في الناس اللي أذتكم وحطمتكم كانت سبب رئيسي في حياتكم. انتوا عايشين ومش عايشين، متجوزين وكأنكم مش متجوزين، اللي حواليكم بياخد من طاقتكم، فانتوا هتقفوا على ارض صلبة الفترة اللي جاية، وبفضل ربنا هتكتشفوا اكتر من حاجة. عندكم حد، عندكم حبيب سابق او عندكم علاقة قديمة، العلاقة القديمة دي كان فيها سحر وفيها اذى وسمعتوا كلام سلبي. عندكم صديقة من ابراج مائية، الابراج المائية، العقرب، السرطان، الحوت، اتخذلتوا واتخنتوا. عندكم كان مش علاقة، عندكم صداقة او حاجة تخص برج العقرب، واتظلمتوا واتهمتوا تهمة وكلام سيء سمعتوه وانتوا ما كانش ليكم اي ذنب فيه. عندكم كمان حد من ابراج نارية، كنتوا بتحبوه واكرمتوه واتكلموا عليكم واتأذيتوا بشكل ايجابي. الست اللي من برج العقرب او الحد اللي من برج العقرب ده مش حابب لكم الخير ابدا، وانتوا بدأتوا اكتعرفتوا ان هو مش حابب لكم الخير وعرفتوا ان هو كشخص كذاب وحاطينه في بالكم وبتشتغلوا عليه لان عايزين ترجعوا حقكم منه. الفترة دي في شوية لخبطة، الفترة دي في شوية أمور انتوا مش فاهمينها. الست الخبيثة اللي بتجدد لكم طاقة السحر مش حبالكم، وخلوا بالكم ان اللي بتتكلم في وشكم بوش ومن وراكم بوش تاني خالص. انتوا حاسين بالفعل الفترة دي ان في حاجة غريبة بتحصل معاكم، في وقف حال، في تعطيل، في حاجات انتوا مش عارفين تستفادوا منها. الوقف الحال اللي مأثر عليكم مخليكم نفرين من الناس اللي حواليكم، ودايما في مشاكل مع الاهل، في مشاكل، في حاجات مش مفهومة، انتوا بتدخلوا في حاجات توتر وحيرة، فعشان كده بتحاولوا ان انتوا ما تدوش فرصة لحد ان هو يشمت فيكم ابدا. عندكم طرف تاني داخل في العلاقة، ممكن يكون من ابراج هوائية، برج الدلو، برج الجوزاء، برج الميزان، في حد من ابراج هوائية حطتكم في باله وبيتدخل في خصوصيتكم. انتوا بمشيئة الله السفر هيتم على خير وهيكون في تغيير جذري، لان المعاناة اللي انتوا تعرضتوا لها كبيرة، ووجع القلب اللي في حياتكم دي قصة جديدة انتوا ازياكم. كمان انتوا في فترة من الفترات هتكونوا شكاكين فيها جدا، في بلوك هتعملوه لحد على السوشيال ميديا، والبلوك اللي هتعملوه بقى لاما انتوا عملتوه هتفكوه لاما لسه هتعملوه بلوك، او في حاجة انتوا هتكتشفوها. كمان انتوا ناويين تعملوا حاجة جديدة، خلوا بالكم ان ممكن يكون تدخلوا في مرحلة تهديد صور، مرحلة تهديد تسجيل، لان انتوا في طاقة انتظار الفترة دي، فخلوا بالكم، مرموا ورا ظهركم وتستنوش اي حاجة من حد. انتوا الثقة بنفسكم بتزيد، بس ما تدوش ثقتكم في حد، لان ثقتكم في اللي انتوا بتدوها لحد بيلعب بيكم. عندكم حد بيستغل مالكم، بيستغل حياتكم بشكل دايمي، من ابراج ترابية. انتوا كان عندكم علاقة مع برج الثور وتعرضتوا للظلم والخذلان والطاقات السلبية، وحياتكم وقفت في فترة من الفترات. حصل عندكم حالة وفاة، وحالة الوفاة دي من حد مقرب ليكم، وزعلتوا جدا عليه وخدتوا فترة في حالة حزن، وكل ما تفتكروه بتزعلوا قوي. في حاجة مزعلاكم انتوا، او في حاجة ازياكم، بس في حد في نفس الوقت بيحاول يراضيكم، او بيحاول ان هو يكلمكم، لكن انتوا مش مديهين اي حد اهتمام. في حد كمان بيتمنى لكم الخير، وهي ست من ابراج نارية. الست من ابراج نارية دي ام، هي ست كبيرة بتفنى لكم الخير، بس في شوية كلام بحد بيوصل لها كلام عليكم، فدايما النفوس بتشيل. والست دي مشكلتها ايه؟ ان هي بتسمع وبتطبق، مش بتسمع وتعاتب، فبتزعل بسرعة.
انتوا خدتوا قرار ان انتوا ما تندموش على اي حد تاني في حياتكم. انتوا تعبتوا من كتر التفكير الفترة دي، وتعبتوا من كتر الخذلان اللي بتشوفوه من الناس اللي حواليكم، فعشان كده بتشتغلوا على نفسكم. والفراق اللي حصل عندكم او طلاق حصل عندكم ده كان من اختياراتكم انتوا، او من اللي انتوا عانيتوه مع الشريك، او من المكان اللي انتوا فيه. انتوا مفيش راحة بال في حياتكم، ودايما حاسين ان الناس كلها احسن منكم، لكن الكلام ده على مين؟ انتوا بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى في علاقة هتدخلوا فيها في تقدير. انتوا دايما بتحبوا السيطرة، بتحبوا دايما تظهروا بشكل ايجابي، عندكم قوة خارقة، وبالفعل انتوا مش شايفين حنية من اللي حواليكم، عشان كده عايزين تنفروا، عايزين تمشوا. وانتوا الفترة اللي جاية هتغيروا مكان، هتغيروا سكن، هتدخلوا على مرحلة جواز استقرار في طاقات فراغ. الفلوس هتبدأ تاخد دور كبير جدا في حياتكم، لإما نجاح في مشروع، لإما انتوا بتشتغلوا على حاجة وفي أرباح جاية لكم، في حاجات عندكم هتتحدث عنكم. بس في حد باصص على رزقكم، في حد باصص على حياتكم، في حاجات تعباكم، او في حد باصص على المكان اللي انتوا فيه. انتوا دايما بتحبوا تظهروا بقوة، اناقة، شياكة، حاجات جميلة جدا بتظهروا بيها، لكن في حاجات مأثرة عليكم، في حد مش عارفين تاخدوا حقكم منه، في حد مش عارفين تعملوا ايه. كمان انتوا الفترة دي بسم الله ما شاء الله عليكم اهتمام بجمال، بتبدأوا البعض منكم بيعالج حبوب، البعض منكم بيعالج تساقط شعر، البعض منكم بدأ يعالج في وجع في جسمه، في حاجة عايزين تخسسوا، في حاجات كتيرة جدا شغالين عليها. انتوا مشروع ناجح وطاقات ايجابية. في حاجة انتوا عمالين تسعوا عليها، او انتوا حاليا بتسعوا عليها وهتبدأوا تحققوها. الظلم اللي انتوا اتظلمتوه والخيانة اللي انتوا اتعرضتوا لها ما كانتش هينة عليكم، وعشان كده انتوا قلتوا مصلحتنا اهم من اي حد في حياتنا. انتوا ما بتشتكوش لعبد، بتشتكوا لرب، وبتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اتهمتوا او اتخذلتوا او اتوجعتوا، اتهمتوا في تهمة ما كانش ليكم اي ذنب فيها، او وقع عليكم ظلم، او وقع عليكم خذلان من الناس اللي اتكلمت عليكم. وعشان كده الفترة اللي جاية في جزء من ظلمكم هيترد، وهتكونوا مبسوطين بيه جدا. في شخص بيراقبكم، والشخص اللي بيراقبكم ده مؤثر عليكم، بيراقب خطواتكم، بيراقب كل حاجة بتنزلوها، بيراقب كل حاجة في حياتكم. وخلي بالكم من صديقة ان هي عايزة توقعكم في خطيئة، والصديقة دي حبيبة ليكم وبتوصل عليكم كلام العكس. انتوا عندكم بعض الامور موقفة حياتكم، فخدوا بالكم من نفسكم. القرار اللي بتاخدوه ما بترجعوش فيه خالص. دموعكم نازلة من كام يوم، نزلت بسبب حرق الدم، بسبب كلام سلبي من كام يوم حرفيا، او من اليومين دول في دموع نزلت، وزعلتوا جدا ونمتوا زعلانين، وصحيتوا لقيتوا علامة زرقاء في ايديكم في رجلكم، او صحيتوا مهمومين وشايلين هم الدنيا، وده اكبر غلط. انتوا حواليكم ناس منافقين، مش زي ما انتوا فاكرين، وزي ما قلت ان في كلام بيتقال عليكم، لكن انتوا راحة البال اللي هتكون عندكم هتكون خير. البعض منكم مركز على حياته الفترة دي، وبدأ يصفي حسابات، بدأ الناس اللي بتحرق دمه بيطلعها، الناس اللي بتستنزف من طاقته بيطلعها. انتوا مش مركزين الفترة دي في شغلكم، لاني زعلانين، تعبانين، مخنوقين، متضايقين، في حاجات في مجال عملكم انتوا تعبانين فيها. كمان الشغل اللي انتوا فيه حاليا عايزين تمشوا منه، عايزين تشوفوا حياتكم بشكل جديد او بطاقة جديدة. يبقى انتوا الفترة دي لازم تاخدوا قرار ان انتوا تهتموا بنفسكم، لان الشخص اللي عايز يوقعكم ده شخص منافق، شخص مش كويس، شخص تعبكم انتوا نفسيا، هو ليه سلطة، او هيبقى في لقاء بينكم في امور هتبدأ تستجد عندكم. انتوا بدأتوا ما تمسكوش اي حد عليكم غلطة، راسكم مرفوعة، قريبين من ربنا،
وانتوا هتبداوا تشتغلوا، لان في ناس مستنيه وقوعكم، مستنيه الامور اللي انتوا فيها. بسم الله ما شاء الله عليكم، في حسن حظ من عند ربنا، انتوا هيبقى في طاقات ايجابيه ليكم، لان الناس اللي دمرتكم تعبتكم بشكل مختلف، لا اما رجوع لا اما هيبقى في صلح مع حد. خلوا بالكم ان انت الفتره دي في امضى، لا اما زواج لا اما سفر لا اما شراكه في شغل جديد، او لا اما لقاء في حاجه انتوا هتمضوها، والحاجه دي فيها خير ليكم، ما تقلقوش خالص. في حاجات اكتر من حاجه هتتكرر معاكم خير، انتوا نويتوا على استقرار في حياتكم. انتوا عندكم اكتر من منصب حلو، في مكالمة تليفون هتفرحكم بخبر حلو، خبر لاما ترقية لاما ارباح جايلكم لاما في حد هيعتزلكم. هي المكالمة دي هتكون لصالحكم انتوا، في مكالمة اعتذار عندكم، انتوا بتسامحوا اللي حواليكم، انتوا مش وحشين زي ما هم فاكرين. في الناس بتقول عليكم انتوا حاقدين، ما بتحبوش غير نفسكم، بالعكس انتوا بتدوا بتقفوا بتعملوا كل اللي الصح وزيادة، لكن في اتفاق عليكم غلط، فانتوا لازم تاخدوا بالكم. في محصول، المحصول ده هيكون خير ليكم، ان انتوا زرعتوا كتير، زرعتوا أشد الزرع لحياتكم. انتوا عندكم مشاكل نسائية، لإما لو انتوا متجوزين فانتوا بتعانوا من عدم الخلفة، لو انتوا عزاب فانتوا عندكم مشاكل نسائية وبتحاولوا تعرفوا ايه في علاجات عندكم بتتعالجوا فيها. في موضوع انتوا كنتوا ماشيين فيه بقلب جامد، لكن اتقلب، لإما في شخص انتوا كنتوا بتتحملوا دايما واتقلب عليكم، كان في حب بينكم انتوا الاتنين وفجأة الامور اختلفت من غير اي سبب، انتوا مش عارفين لحد الان السبب ايه، اتغير اتجاهكم 100% ولكن انتوا مش عارفين. كمان انتوا اكتشفتوا خيانة، والخيانة اللي اكتشفتوها دي وجعتكم بأشد الوجع، لاني بتقولوا طب ليه، يعني احنا دي خسارة ان احنا بنعمل كويس معاكم. طيب انتوا في حد نكر جميلكم، في حد نكر الخير بتاعكم، انتوا بتقعدوا مع نفسكم الفترة دي وبتقولوا هو في ايه، ايه اللي بيحصل معانا، احنا مالنا، احنا بنحب كل الناس اللي حوالينا لكن الناس اللي حوالينا مش بتحبنا. انتوا في ابداع عندكم بتطلعوه، في امور عندكم بتبداوا تحسنوها، في طاقات عندكم بتبداوا تيسروها بفضل ربنا، هيكون في طاقات فرج، لان انتوا الهم اللي انتوا شايلينه هترموه ورا ظهركم، وطاقه الفرج اللي عندكم ده هتكون تحسين. في حد من ابراج ترابيه بيتجسس عليكم وعايز يعرف اخباركم، فخدوا بالكم ان في رجوع، لو انتم مخطوبين او انتم مرتبطين في رجوع خير ولصالحكم، عشان كده بقول لكم ما تقلقوش وخلوا بالكم من نفسكم الفتره دي، في تجديد فكر، تجديد علاقه، تجديد طاقات فرج على حياتكم. في تطورات، والتطورات دي هتجيلكم سريعة بسرعة كده، هتحسن من الأمور اللي عندكم، هتحسن من طاقاتكم بإذن الله. في حد عندكم بيكون متعمد إن هو يسبب لكم الحزن، متعمد إن هو يوزع عليكم طاقة سلبية، علشان عارف إن الطاقة السلبية بتأثر على شغلكم، والناس اللي بتتكلم عليكم دي انتم هتكبروا دماغكم. انتوا في تبشرات حلوة جدا جدا جدا، بس كل اللي لازم تعملوه تحسين النفس، الصلاة، تقربوا من ربنا، لان الناس اللي حواليكم اذى،
وزي ما قلت ان حرف الام وقع عليكم منه ظلم بشكل مختلف، وحرف الالف وحرف الباء برضو وقع عليكم منهم ظلم، فانتوا تخلوا بالكم من نفسكم. في فجأة الفترة اللي جاية هتتقابلوا بشخصية مهمة، هيبقى في كلام بشخصية لها سلطة، لها حاجة جديدة، الله أعلم. انتوا في مساعدة لكم بنفسكم، يعني انتوا هتساعدوا نفسكم بنفسكم. انتوا حزنة على نفسكم او حزنة على حد بعيد عنكم او حزنة على حد، لا اما زعلانين على حد، لا اما بالكم مشغول على حد، في حد عنده خد قرار عندكم من اهلكم خد قرار غلط، فانتوا زعلانين على زعله. انتوا بتحبوا الناس اللي حواليكم، وزي ما قلت ان انتوا بتشيلوا هموم الناس اللي حواليكم بشكل كبير جدا. في عندكم حد متجوز ووعدكم وعد، او في كلام مع حد متجوز انتوا بتحبوه، او في حب من طرف واحد، في كلام يخص حد ليه علاقة تانية، خدوا بالكم، لان انتوا مرزقين جدا بالخير، بتعملوا توازن دايما لحياتكم من فترة للتانية، بس مش فاهمين ايه اللي بيحصل فيكم او معاكم. عندكم فرحة، والفرحة دي خير ليكم، في كمان زواج ليكم، او في طاقة فراغ. انتوا بدأتوا تبعدوا كل علاقاتكم السابقة وترموها ورا ظهركم، لاني عايزين تبصوا للخير اللي قدامكم، تبصوا للفرج اللي انتوا فيه. طيب تهدوا اعصابكم شوية، لان الفترة اللي جاية دي طاقتكم فرج، في خير قادم وفي فرج. الفرج ده هيكون حسن حظ من عند ربنا، وهيكون نصيب على جميع الأوضاع بتاعتكم، ومفيش حد هيبدأ يلعب بيكم ولا يسيطر عليكم. الفترة اللي جاية دي هي فترة حلوة جدا ليكم، كمان حاولوا تستغلوا ان انتوا تحسنوا وضعكم المادي، هتحققوا أمنية مادية حلوة جدا كانت بالنسبة لكم صعبة جدا وكنتوا خايفين منها. تسويات، مصالحات، طاقات فرغ، بس الحما او اخت الشريك او حد من اهل الشريك اناني، مش حابين ان انتوا تكونوا في الوضع اللي انتوا فيه. انتوا عندكم فرحة حلوة، والبسمة هتدخل حياتكم من جديد، وهيكونوا مبسوطين جدا بكل حاجة في حياتكم. في شوية أحداث عندكم هيبدأوا يحصلوا، في شوية طاقات عندكم هيبقى فيهم فرج، في خير هيكون قادم ليكم بحسن حظ. انتوا عندكم فرصة سفر الفترة دي، وعندكم أمور مستجدة، انتوا هتحضروا حاجات كتيرة جدا الفترة اللي جاية، في تسهيل علاقة، تسهيل الاخبار تخص اولاد، في حمل، في تسهيل عندكم انتوا هتسهلوها. وزي ما قلت ان انتوا هتسمعوا خبر بخصوص مكالمة هتفرحكم جدا، في عندكم ان اكتر من انفراجة بتبقى بالطاقة الايجابية، انتوا دايما ما بتنووش غير على الخير، في اكتر من حاجة هتكون فرج. كمان في حد شمتان فيكم، هو فاكر ان هو كده صح لكن هو غلط، واكبر غلط ان هو شمت فيكم الفترة دي. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هتمروا بفرج، لان الخذلان جالكم بنفس الايام دي، فعندكم اكتر من ايام عدد زوجي هتكون فيها خير ليكم، وفي بداية نجاح الفترة دي حلوة قوي قوي. انتوا ناويين تشتروا هدوم، ناويين على حاجات كتيرة جدا هتعملوها، لان انتوا حاسين ان الدنيا وحشة معاكم، والاهالي جايين عليكم، وحتى الشريك جاي عليكم، وده طبعا منكد عليكم على طول ويأذيكم، عشان كده في قرارات، في امور، في حاجات هتتخطوها. في اكتر ايام حظ عندكم هتكون فرج على جميع الاوضاع بتاعتكم، لان ايامكم اللي جاية دي هتكون فرج وخير
وحلو جدا جدا جدا. عندكم الأيام اللي جاية دي قرار هتاخدوه في يوم فردي، هتاخدوه هيكون في أمور مختلفة، هتاخدوا القرار هيكون خير. انتوا يوم 16 او شهر 9 في حاجة عندكم بتفكروا فيها، لا اما في ذكرى عندكم في شهر 9 او في شهر 12، يعني في ذكرى عندكم انتوا في حاجة تخص الشهرين دول، دايما حاطينها ببالكم. عايزاكم تاخدوا قرار ان انتوا تطبطبوا على نفسكم وتحبوا نفسكم بشكل ايجابي. الابراج الترابية بينكم وما بينها مشاكل وعدم استقرار، في نفور في عدد امور، وزي ما قلت لو عندكم حد من ابراج برج العقرب ده طبعا احنا اتكلمنا عنه ان هو ان في حد من برج العقرب بيأذي فيكم، فانتوا الفترة دي بتاخدوا قرارات مهمة جدا، وفي بإذن الله انقلاب السحر على الساحر، لان انتوا اتظلمتوا كتير وربنا مش هيجدد لكم اي طاقة ظلم الفترة اللي جاية. انتوا اصحاب عيون عسلية، اصحاب شخصية قوية، اصحاب تميز عن الاخرين، اصحاب طاقات فرج، اصحاب حاجات كتيرة جدا. بس في وضع بينكم ما بين برج الدلو مش عاجبكم، او في حاجة تخص برضو برج الدلو مش عاجباكم وانتوا مش فاهمين ليه بيعمل معاكم كده، او ليه بيتكلم معاكم بالطريقة دي، او ليه متعمد ان هو يوجع دماغكم دايما ومتعمد ان هو ما يوزعش عليكم غير الاذى. انتوا حاسين ان انتوا اللهفة والاشتياق اللي عندكم مسيطرة على حياتكم، مستنيين لقاء مع الشريك، مستنيين حاجات تخص الشريك، مستنيين الشريك يرجع لكم اولادكم لانه اخد من حقكم كتير، اخد من حياتكم كتير، وزي ما قلت ان في حاجات مش مفهومة عندكم، وعشان كده في حد هيجي ويطبطب عليكم وهيتكلم معاكم وهيبقى في صراحة بشكل ايجابي لكم. الوضع المهني والصحي هيبدأ يتحسن واحدة واحدة، علشان انتوا بدأتوا تشتغلوا على نفسكم وبدأتوا تقولوا نفسنا ثم نفسنا ثم الاخرين، ما بقيتوش تهتموا لحد ولا تشيلوا هم حد، همكم هو مصلحتكم وراحتكم هي طاقتكم انتم. اتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل، ولو عجبتكم القراءة ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وبالتعليق الحلو، وانزلوا قولوا لي ايه اللي انطبق عليكم من قراءتنا الفترة دي او القراءة دي بالاخص، وينتظروا مني قراءات جديدة والطاقة عامة ومفتوحة لحد ما تاخدوا طاقتكم من القراءة.